ما عنده اي مانع في اي اعلان مع شركه، يعني ما شاء الله لا اله الا الله تبارك الرحمن، بس ماني متكلمه عليه وايد لان لازم انتم تشوفونه وانتم كلكم تحبونه، واعتقد انتم متابعينه اول باول. هيو معاي ملك الترند في اعلاناته وسبونسراته حمد قلم. انا قلت حمد قلم قاعد يصرف اسعافه، ها؟ حمد غلم قاعد يسبق اسعافه. هذا الماي جزر، هذا الماي جزر وهني الماي مد. وين حمد؟ طرش المخرج. وي 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 هلا 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 إيه إيه عنك عنك هذا هو هذا عنك الله هذا خذيه ولا ياك خذيه اول شيء مبارك عليك باقي الشهر علينا وعليك انا شوفي دام قرب الحين العيد فانا مو جاي لك بس اشيل عصير واجيب وياي البلوتوث انا اليوم مجهز لك عيديه ايه انا مجهز لك عيديه قمضي عيونك ثنتين صدق والله والله جايب لك عيديه جاهزين جايب لي مفاجاه حمد جايب لك عيديه اللهم ناسه اول ضيف تجي يفاجئني عيديتي عيديتي وينك انا طالع وين عيديتي عيديتي بو حمود لاول مره معي هيونه ايش رايك بالعيديه؟ ايش رايك؟ الله يخليك ما ابي ولاده انا الحقيقه اول شيء كل عام انتم بخير انت بخير وام فهودي انا كنت في البرنامج لا طقه بعد انت قضيه اي انا تقول طقه لا تغشوا لا لا لف لف حق التلفزيون لف حق الكاميرا لف لف متعود انت حبيت احييك لان كنت بالبرنامج اللي يمك فما يصير اجي وما اسلم عليك واقول لك الله يعطيك العافيه برنامجك حلو والله يوفقك وعندك ضيف مميز خلي الطقم اللي هناك قلم مال التوقيع ومال هذا البصمه هذه اي تعال علي تعال تعال انا ما تبعبين علاوي اصبغك اصبغك والله ما ادري انت هذا لونك الطبيعي ايش حق اصبغين يا مغيرين انت دورك اعتقد دورك في حدود الشر بالضبط يعطيك العافيه كاركتر جميل والحين كملوا حلقتكم لا احنا مكملين اقعد اقعد شوف اقعد الحين عشان تعرفون اللي قاعد يدير هو لا شوف شهادة انا بقولها ابو حمود وحتى هيون ناطرين هذه الفرصه انها تصير ف يعني والله صارت صارت لا والله صدق قلوبكم على بعض ما اقدر اسوي لها شيء خمس بلي طاح لنا لا والله العظيم يعني شوفوا الله فوقي الله فوقي من زمان هاللحظه المفروض تصير من قبل زين وايد في معزه داخليه وكل من قاعد يبادر من صوب وقلوبهم متصافيه وما بعد انا ما بعدين كملوا حلقتكم وين بتروح؟ الحين بروح لا اقعد والله بروح اكد لا لا يلا استمتعوا بحلقتكم يا حبيبي شوفوا على خير يا حبيبي والله ما في شيء اخذه كله اخذ كل شيء كل شيء اخذه كل شيء وياك اخذ كل شيء تعال يلا زين قاعد كل شيء كمل برنامجك زين قهوه عصير وياك قهوه حبيبي ابو حمود تعال حبيبي ابو حمود زين قهوه عصير تعال اقدم عنها بس تعال تعال اشرب قهوه يا جماعه فاصل ونواصل تعال دو تعال اشرب قضبي ماما قضبي ماما قضبي خليك ويا ماما قام يطلع حلوين تعال ولد شو تسوي؟ راحوا هناك مخرج شرفت شرفت بيت بعدين يلا روح كمل برنامجك توهقت انا بسيتي بروحي اشوف انا في عصاير يعطيني حلو هلا ايش رايك بعدين؟ زين قدم الحلقه خليني اروح اجيبه صدق؟ ايه خلي يقول لي المخرج في فاصل ولا ما في فاصل؟ بريك 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 بريك